مساء الخير. نعم، إذا هناك ربما، نعم أسمعك بوضوح. تسمعيني يا أستاذة إيمان؟ نعم تفضل. نعم طبعا. نعم، إذا هناك نسب متقاربة أو التوقعات أو الاستطلاعات تشير إلى وجود نسب متقاربة بين الأحزاب المتنافسة في هذه الانتخابات، الحزب الحاكم والحزب الآخر، حزب العمال. توقعات حضرتك من خلال الاستطلاعات ومن خلال الأوساط الإعلامية في أستراليا. نعم كان في النتائج ربما تكون متقاربة، لكن وفقا لعد الأصوات الأولية فقد أشارت إلى تقدم حزب العمال المعارض بالوقت الحاضر، وذلك بنسبة 52% لصالح حزب العمال و 48% لحزب الأحرار الذي هو في ائتلاف مع حزب آخر يدعى الحزب الوطني، وهما في ائتلاف محافظ. يعني حزب العمال هو حزب تقريبا وسطي، ولكن الائتلاف هو ائتلاف محافظ. نعم، طيب ما هي أبرز الملفات الموجودة التي يتقدم الحزبان فيهما بأولويات أو بوعود للمواطنين في أستراليا؟ نعم، رأينا في هذه الحملة الانتخابية التي استمرت 5 أسابيع قبل اليوم، قبل إجراء الانتخابات اليوم، رأينا ملفات أساسية. فلقد قدم حزب العمال الملفات التي مثلا تشمل الخدمات الصحية وأيضا التغير المناخي، وأيضا قدم بعض المقترحات على الضرائب وعلى كيفية شراء البيوت. وكان شعار الحزب تقريبا أنه هو مع الطبقة المتوسطة أو العاملة حتى، ولا يؤيد أو لا يدعم دائما الطبقة الغنية. فكانت هذه يعني أمور طبعا تهم الطبقة العاملة، تهم الناس الكادحين لنقل، بينما كان الذين يؤيدون الائتلاف المعارض يتخوفون، الائتلاف المحافظ عفوا، يتخوفون من هذه الأجندة لأنها قد تؤثر على ما يمتلكونه، ما يمتلكونه من ثروة ومن مثلا منازل ومن أموال مكدسة لنقل في البنوك أو الأشياء المختلفة المالية الأخرى. ولكن الإصلاحات الاقتصادية والإصلاحات الضريبية والاقتصادية بشكل عام في البلاد تلقى قبول من الشارع بشكل عام؟ يعني تلقى قبول من الناخب بشكل عام؟ يعني هناك تخوف مثلا من قبل المستفيدين، ان كانوا مثلا مستفيدين من الوضع الحالي الذي هو عليه، الذي يعطي احيانا امتيازات لاصحاب الاموال، يتخوفون من التغييرات التي تقدم بها حزب العمال. نعم. ولكن الناس العاديين الذين يعني ليسوا باغنياء تستهويهم هذه طبعا المقترحات. أحب هنا أن أشير إلى أن الكثيرين يعني مالوا إلى حزب العمال حتى من مؤيدي المحافظين، لأن حزب العمال يعد بإجراء إصلاحات على الكربون، على انبعاثات الكربون والتي تؤثر على التغير المناخي. طيب عموما انا بشكرك. أن اشير هنا قبل ان ينتهي الوقت سيدتي الى ان هناك طبعا نائبين من اصل مصري، النائب بيتر خليل وايضا نائبة آن علي، وهما يعني كلاهما من حزب العمال، وتشير التوقعات الى انهما سيبقيان يعني سيحافظان على مقعديهما في هذه الانتخابات. نعم، أنا بشكرك شكرا جزيلا لك الأستاذة إيمان ريمان، كنت معنا من سيدني الإعلامية في شبكة SBS 24.